ازيكم يا سنة تالتة؟ يا رب تكونوا بخير. انا زميلتكم هبة عماد في الفرقة الرابعة. هشرح لكم النهاردة ان شاء الله اول محاضرة في موديول الجلدية بعنوان البكتيريا السكين انفكشن. اول حاجة عايزة اقولها لكم، طبعا الحمد لله على السلامة من الموديول اللي فات. خلاص بقى قدر ولطف، ما تفكروش في اي حاجة حصلت، فكروا في اللي جاي ان شاء الله. وبإذن الله الموديول اللي جاي ده كلكم تكونوا موفقين فيه. تاني حاجة بالنسبة لمادة الجلدية، فهي والله مادة بسيطة ولذيذة. يمكن مصطلحاتها في الأول تبان شوية غريبة أو صعبة، مش مألوفة كده، بس يعني واحدة واحدة وبالتعود المصطلحات دي بتبقى مألوفة جدا، وبنتعود ان احنا نشوفها ونكتبها كمان. فما تقلقوش، الموضوع مش مستاهل أي توتر ولا أي خوف خالص، بالهداوة كده وواحدة واحدة هتلاقوا الدنيا سهلة وبسيطة بإذن الله. طيب ندخل بقى في موضوع محاضرتنا النهاردة. عندنا بالنسبة للأمراض الجلدية فهي متقسمة جروبات. جروب، أول جروب عندي هو السكين انفكشن، الأمراض الناتجة عن العدوى، تمام، أو العدوى الجلدية طبعا. طيب الجروب ده طبعا ليه أهمية كبيرة جدا لأن هو أمراضه كتير، فجينا قسمناهم حسب الأورجانيزم اللي بيسبب العدوى دي. قسمناهم لإيه بقى؟ لبكتيريال سكين انفكشن، مايكوبكتيريال، فانجل، فيرال، بارازيتك. انا موضوعي النهارده البكتيريال، المواضيع الباقيه دي كلها تاخدوها ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه. طيب دلوقتي انا لو جيت جبت مايكروسكوب وحطيته على جلدي او على جلد اي حد، هل كل البكتيريا اللي هلاقيها على سطح الجلد فهقول ان هي جايه تسبب لي مرض، او ده معناه ان عندي مرض جلدي؟ الاجابه لا طبعا. ليه؟ لان انا عندي في بكتيريا بتكون موجوده على سطح الجلد بصوره طبيعيه جدا. طب البكتيريا دي موجوده ليه؟ موجوده عشان تحميلي الجلد من اي بكتيريا تانية. ازاي يعني بكتيريا موجوده على الجلد بتحميني من بكتيريا تانية؟ قال لي اه طبعا، البكتيريا اللي هي موجوده بصوره طبيعيه دي خلينا نسميها نورمال سكان فلورا، تمام. النورمال فلورا دي بتيجي على الريسبتورز اللي موجوده على السكن وتقف عليها، بحيث تمنع اي بكتيريا جايه من بره ان هي تستيميوليت الريسبتورز دي، فبالتالي تمنع دخول البكتيريا او وصول البكتيريا للسكن، تمام. ادي اول حاجه. تاني حاجه بيقولي ان النورمال فلورا دي بتعمل هايدرولايزنج للليبيدز بتاعه السيرم، فتكون لي ايه؟ تكون لي فري فاتي اسيد، ودي برضو بتمنع دخول البكتيريا للسكن او البنتريشن بتاع البكتيريا للسكن، تمام. قال لي كمان في نوع من البكتيريا اللي طبيعي جدا يكون موجود على الجلد اسمه ايروبيك كورني بكتيريا، دي اللي بتدينا ريحه العرق، اللي هو الريحه بتاعه العرق دي، من غيرها العرق كان هيبقى اودرلس، تمام. طيب تعالوا بقى نشوف اللي مكتوب. بيقول لي نورمال سكان فلورا، These are types of bacteria that normally colonize the skin، بتبقى موجودة على السكن بشكل طبيعي جدا. طب ايه هي بقى الحاجات دي؟ المين ريزيدنت اللي موجود على السكن ايه؟ بيقول لي تلات حاجات. اول حاجة gram positive cocci of staph species، تاني حاجة الميكروكوكس species، تالت حاجة الجرام بوزيتيف رودز زي الكورني فورمز. يبقى عندي تلات حاجات: جرام بوزيتيف كوكاي اوف ستاف سبيتشز، المايكروكوكس سبيتشز، والجرام بوزيتيف رودز زي الايه؟ الكورني فورم. طيب ايه الفانكشن بقى بتاعت النورمال فلورا دي؟ بيقولي اول حاجة ان النورمال فلورا دي بلاي امبورتنت رول في الديفنس ميكانيزم اجينست بكتيريال انفكشن، هي اللي بتحميني من اي بكتيريال انفكشن جاي من بره. من خلال ايه؟ من خلال البكتيريال انترفيرنس، ده الميكانيزم اللي اتكلمنا عنه لما النورمال فلورا بتقف على الريسبتور فتمنع الاستيميوليشن باي بكتيريا تانية جايه من بره. تاني حاجة hydrolyzing the lipids of the sebum to produce free fatty acid، تمام. تاني حاجة الايروبيك كورني بكتيريا gives the odorless apocrine sweat its characteristic odor. يبقى انا دلوقتي اتكلمت قلت ان في بكتيريا موجودة بشكل طبيعي جدا مش مرضية على الجلد اسمها normal flora. المين ريزيدنت اللي هلاقيه على السكين هم ايه؟ هم الجرام بوزيتيف كوكاي اوف ستاف سبيتشز، هم المايكروكوكس سبيتشز، والجرام بوزيتيف رودز زي الكورني فورم. طب بتحميلي الجلد من خلال ايه او ايه وظيفتها؟ اول حاجه ان هي تحميلي الجلد من البكتيريال انفكشن من خلال حاجتين، اول حاجه هي البكتيريال انترفيرنس، تاني حاجه هي الهايدرولايزنج ليبيدز تو برودوس ايه؟ فري فاتي اسيد، تمام.
طب وتاني حاجة، هي دي مش حماية بس، ان هي موجودة عشان تدي الكاركترستيك اودر بتاعة العرق. تمام. طيب نيجي بقى للبكتيريا اللي موجودة على الجلد بشكل مرضي، او يعني ايه تسببت لي باثولوجيكال، يعني او مش بلاش باثولوجيكال برضو، ان هي ايه هتسبب لي سكين انفكشن. تمام. طيب اول مرض عندنا او اول ديزيز عندنا هو اسمه امبيتايجو. ماشي، نركز في الاسم امبيتايجو. تمام. ايه الامبيتايجو ده؟ بيقول لي هو contagious superficial pyogenic infection of the skin. infection of the skin دي احنا فاهمينها بما انها بكتيريا معدية. تمام. وبايوجينيك يعني ممكن يبقى في شكل منها باس انديوزد او تكون لي باس يعني. تمام كده. طيب بيقول لي الامبيتايجو ده انا بشوفه في صورتين، صورة بولس امبيتايجو ونون بولس امبيتايجو او امبيتايجو كونتاجيوزا. بدأنا بقى في الكلام اللي كنا بنقول عليه في الاول، كلام غريب ومش مفهوم. لا والله هو الكلام مفهوم جدا. امبيتايجو ده اسم المرض، ده ملناش دخل فيه. تمام. فكرة بولس ونون بولس دي، بصوا تعالوا للصورة واحنا هنفهمها. هي اصلا يعني ايه كلمة البولي عامة دي اللي هي ايه؟ دي عبارة عن فيزيكل، تمام، جواها سائل زي دي كده. ماشي. فخلاص بقى وضحت ان الصورة دي في فيزيكل اهي جواها سائل، يبقى دي البولس امبيتايجو ودي الايه النون بولس. ماشي. يبقى احنا فهمنا كده فكرة البولس امبيتايجو دي ان انا هشوف فيها فيزيكل، والنون بولس دي انا مش هشوف فيها ايه فيزيكل. تمام. بيقول لي ان البولس دي كوزد باي ستاف كوكاي. تمام. طب والنون دي كوزد بستاف او بستريبت او الاتنين مع بعض، يعني ممكن ستاف ممكن ستريبت ممكن الاتنين. بيقول لي ان في بعض حالات الامبيتايجو بتبقى caused بالنفريتوجينيك سترين اوف ستريبتوكوكاي ذات ويتش مي كوز نفرايتس. يعني انا عندي نفريتوجينيك سترين من الستريبت جت عملت لي نفرايتس وعملت لي امبيتايجو، ممكن الاقي حالات كده عادي. تمام. طب انا دلوقتي عندي الستاف او الستريبت او النفريتوجينيك سترين اوف ستريبت دي جت على الجلد، ايه البريديسبوزنج فاكتور اللي تساعدها ان هي تكون لي الليجن؟ قال لي انه يكون هوت هيوميد كلايميت، الجو حر ورطب، مال نيوتريشن وباد هايجين، اتشي سكين ديزيز زي الاكزيما والسكيبس والبيديكيولوزيس كابيتس. التلات امراض دول انتوا هتاخدوهم بعد كده، بس يعني مبدئيا كده هما بيسببوا اكلان، فدايما الشخص ده او البيشنت بيقعد يهرش في الليجنز بتاعت الديزيزز دي، فدي تعتبر بريديسبوزنج فاكتور للايه للاورجانيزم هنا ان هي تعمل لي الامبيتايجو. يبقى هوت هيوميد كلايمت، مال نيوتريشن وباد هايجين، اتشي سكين ديزيز زي الاكزيما والسكيبس والبيديكيولوزيس كابيتس. تمام. طيب بيقول لي البكتيريا اللي بتسبب الامبيتايجو دي بتتنقل ازاي؟ ممكن direct contact with the skin lesion، سلمت مثلا على حد عنده skin lesion، او ممكن indirect زي الفومتس مثلا او الروم دست في الاماكن الابيديميكس، في الاماكن اللي فيها وباء يعني. طيب نيجي بقى للكلينيكال بيكتشر بتاعت الامبيتايجو. احنا قلنا ان انا عندي صورتين، عندي بولس امبيتايجو ونون بولس، وواضح طبعا من الصورة ان دي البولس ودي النون بولس. ماشي. تعالوا نمسك كل نوع منهم ونشوف هو بيتكون ازاي. بيقول لي بالنسبه للنون بولس، نركز في الصوره اللي فوق كده، هو ايه اللي حصل؟ جه الاورجانيزم عندي، ماشي، عمل لي سكين ليجن، خلاص. عمل لي في الاول ايه اريزيما. ايه يعني ايه اريزيما؟ اريزيما يعني احمرار، عمل لي احمرار في الجلد. تمام. واتكون فوق الاريزيما دي اتكون عندي فيزيكل، الفيزيكل دي الوول بتاعها كان رفيع جدا وجواها فلويد، ولان الوول بتاعها رفيع فربشرت بسرعه وبسهوله، فالفلويد اللي جوه ده نشف على الجلد. تمام. وكون لي الكراست اللي احنا شايفينها دي، انا شايفه قشور كده لونها مصفر شويه. تمام. دي اللي اتكونت نتيجه الايه الفلويد. خلاص كده. طيب طب اللي تحت بيقول لي انا هنا ليه شايفه البولي؟ قال لي هنا عشان البولي دي الول بتاعها تخين سك. تمام. طب وليه مش سن زي اللي فوق؟
قال لي لان البولس امبيتايجو دي سببها الاستاف، تمام؟ الاستاف دي بتطلع نوع من التوكسينز اسمه اكزوفولييتيف توكسين اي اند بي. بيعمل ايه؟ بيجي عند الابيديرمس، ماشي، يعمل له سبليتنج، يقسمه او يقشره، تمام، وياخد جزء منه ياخده في الوول بتاعت الايه الفيزيكال بتاعته، تمام كده. فبالتالي الوول بتاعها ده هي واخده حته من الابيديرمس، فعشان كده هي سيك وولد، فبنفضل شايفينها زي ما هي ما بتربشرش. طيب تعالوا بقى نقرا اللي مكتوب. بيقولي بالنسبه للكلينيكال بيكتشر، السايت هي بتيجي في الفيس، خاصة المنطقة اللي حوالين الماوس والنوز، تمام؟ ممكن تيجي في اللمبس والسكالبس برضو، والسكالب قصدي. طيب عندي تو كلينيكال تايبس. أول نوع هو النون بولس امبيتايجو أو الامبيتايجو كونتاجيوزا. بيقولي إن الانيشيال ليجن، الليجن في الأول بيبقى عبارة عن إيه؟ عن سين وولد فيزيكل on an erythematous base، يعني فيزيكال كده الول بتاعها رفيع خالص. on erythematous base يعني ايه؟ البيز بتاعتها محمره، تمام. الفيزيكال دي رابشر رابيدلي اند ذا سيرم اللي موجود جوه الفيزيكال طبعا دراي تو فورم يلوش كراست، بتعملي قشور لونها ايه؟ لونها مصفر شويه، which separate القشور دي بتبدا ان هي ايه تسيبريت تو ليف الاريزيما، تنفصل عن الجلد وتسيب مكان الاحمرار بتاعها ده. بعد شويه مكان الاريزيما ده فيد او ريزولف وزود سكارنج، مش بتسيب اي علامات او اي سكارز مكانها خالص. بيقولي في السيفير كيسز بقى من الامبيتايجو كونتاجيوزم دي، الريجونال ليمف نود ممكن نلاقيها انلارجد شويه، تمام. يبقى انا عندي سين وولد فيسيكل على اريثيماتس بيز، لان الوول سين طبعا فبتربشر بسرعه، السيرم ده يعمل لي يلوش كراست، الكراست دي بتسيبريت بعد فترة تسيب لي الإريزيما، الإريزيما دي بعد فترة هتفيد وتريزولف من غير سكار ومن غير أي حاجة خالص. ولو الموضوع سيفير ممكن ألاقي ريجونال ليمف نود انلارجمنت، تمام. طب النوع التاني اللي هو البولس امبيتايجو، أنا بيقولي هنا البولي هنا أو البولة بتبقى larger، بتبقى أكبر بكتير وبتبقى more persistent، يعني بتقعد فترة أطول، ممكن تقعد يومين لثلاث أيام. ليه؟ لأن الوولز بتاعتها سك. طب هي جابت السكنس دي منين؟ قال لي عشان الستافل كوكاي produce exfoliative toxins A and B. طب بتعمل ايه التوكسينز دي؟ بتيجي على الابيديرمس جاست بينيس الستريتم كورنيوم، ده جزء يعني في الجلد، هتاخده طبعا الطبقات بتاعت الجلد، تمام، بيجي تحت الستريتم كورنيوم ده على طول يعمل لي سبليتنج للابيديرمس، تمام. بيقولي ان الليجن ده بيحصل سنترال هيلينج، يعني بيحصل هيلينج في النص، وبريفرال اكستنشن مي جيف رايز تو سيركنت ليجنز. طب بصوا هو ايه، هقول لكم حاجة، انا عندي ماشي ليجن اهو، تمام، خلاص حصل ايه، حصل هيلينج، لما بدأ يحصل هيلينج بدأ يحصل هيلينج في النص وساب الاطراف، فالليجن عندي بقى عبارة عن كده، اللي في النص ده حصل له هيل خلاص بس لسه الليجن موجود على الاطراف، فدي كده بيعتبر اسمها سيركنت ليجن، تمام. تعالوا بقى نمسح اللي احنا عملناه ده. نمسح ده كمان، تمام. طيب نكمل. يبقى احنا دلوقتي قلنا عندنا البولس امبيتايجو ده البولي بتبقى لارجر وبتقعد فترة اطول من يومين لثلاث ايام لان الولز بتاعتها سك فمش بتربشر طبعا بسهولة. طب جبنا السكنس دي منين؟ ان الستاف بتطلع لي اكزوفولييتيف توكسينز A and B، بتعمل ايه؟ بتعمل سبليتنج للإبيديرمس بنيس الستريتم كورنيوم، ولما بتيجي تهيل بتهيل سنترالي الاول وبتسيب الايه، بتسيب البريفرال اكستنشن موجود حواليها، فده بيعمل لي ليجن اسمه سيركنت ليجن، تمام. طيب اعالجها ازاي دلوقتي؟ انا عندي ده بكتيريال انفكشن، يبقى انا طبيعي هدي ايه؟ هدي انتيبايوتكس، تمام. فبيقول لي لو الانفكشن دي في حته صغيره او في مكان صغير او ليجن بسيط كده، بدي توبيكال تريتمنت، يعني بدي انتيبايوتيك دهان، تمام، بدهنه على المنطقه دي، بدي ميوبيروسين وفيوسيديك اسيد، تمام. طيب امتى ادي اورال انتيبايوتكس؟
بيقولي ان الاورال انتيبيوتكس دي بتديها في 3 حالات، لو هي وايد سبريد سيفير انفكشن، يعني لو كانت الانفكشن منتشره قوي في الجسم، او في ليمفادينوباسي، او ان انا متوقعه ان الامبيتايجو دي بسبب النفروتوجينيك سترين. مش احنا كنا قلنا ان اتسببت رقم 3 ان النفروتوجينيك سترين بتاعت الستريبت جت هي اللي عملت لي الامبيتايجو دي، فلو الحاله دي بقى دي ساعتها اورال انتيبيوتكس. طب بدي ايه؟ بدي ديكلوزاسيلين، ديكلوزاسيلين تمام، او سيفالكسين. الدواء الاولاني ده هو من عيله البنسلين تمام، فطبعا لو البيشنت عنده الرجي من البنسلين مش بديه، وبدي مكانه اريثروميسين. طيب يبقى انا عندي التريتمنت، عندي توبيكال تريتمنت زي الميوبيروسين والفيوسيديك اسيد، دول بستخدمهم لو الانفكشن لوكالايزد لسمول اريا. طب الاورال انتيبيوتكس الديكلوكزاسيلين والسيفالكسين، دول الايه الانتيبيوتكس اوف تشويس عندي. بس انا لو عندي البيشنت ده عنده بنسلين الرجي فبديله اريثروميسين تمام. امتى او ايه الحالات اللي ادي فيها اورال انتيبيوتيك؟ 3 حالات، لو وايد سبريد انفكشن، لو في ليمفادينوباثي، لو في سسبكتد ايه نفروتوجينيك ستريبت سترين. طيب ده كده كان اول موضوع عندي وهو الامبيتايجو. طيب تاني موضوع عندي اسمه اكسايما. اكسايما مش اكزيما، الاكزيما دي حاجه تانية خالص في الالرجي بعد كده تمام، دي اسمها اكسايما. الاكسايما دي ايه الايتيولوجي بتاعها؟ بيقول ان هي caused by strept وستاف as synergistic infection، يعني والله بيجي عند المنطقه دي في الجلد كده الستريبت والستاف بيتحدوا مع بعض عشان يعملوا لي الليجن اللي احنا شايفينه ده تمام. طيب ايه البريديسبوزنج فاكتور، ايه العوامل اللي بتساعدهم؟ هي نفس العوامل اللي احنا قلناها في الامبيتايجو، اللي هم كانوا هوت هيوميد كلايمت، كان تاني حاجه مال نيوتريشن وبيد هايجين، وتالت حاجه اتش سكين ديزيز زي الاكزيما والسكيبس والبيديكيولوزس تمام. طيب الكلينيكال بيكتشر، الليجن ده بقى عامل ازاي؟ انا شايفه كراست، شايفه قشره، يبقى ده كده كراستد ليجن، حواليه منطقه محمره تمام. بيقولي ان الكراست دي بتتشال بصعوبه جدا. طيب ايفن شلتها هلاقي ايه؟ هلاقي بانشد اوت ألسر. بانشد اوت ألسر دي اللي هي كان بنلاقي الحافه كده وبعدين بنلاقي الألسر نازله لتحت وبعدين الحافه تاني تمام. طيب لما بتهيل، بتهيل وبتسيب سكار، او بتسيب سكار مكانها زي دي كده تمام. بيقولي ان هي يعني اشهر المناطق اللي بتيجي فيها، بتيجي في الليج والساي والباتوكس تمام. طيب تعالوا بقى نشوف ايه المكتوب في الكلينيكال بيكتشر. بيقولي ان هو كراستد ليجن، احنا شايفين فعلا قشره، with surrounding red area تمام. بيقولي الكراست دي removed with difficulty. طب ولو عملت لها remove show punched out ulcer، هلاقي تحتها punched out ulcer. healing occur with scarring، بتسيب اثر مكانها. The leg, thigh and the buttocks are the most commonly affected sites with treatment oral and topical antibiotics عادي خالص تمام. يبقى ده تاني موضوع عندي وهو الاكسايما. احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ عن امبيتايجو واتكلمنا عن اكسايما. طيب تالت موضوع عندي، او هما two diseases بس حاطينهم مع بعض لان بينهم تشابهات كتير قوي، هما الاريسيبلس والسيليولايتس تمام. طيب تعالوا الاول نشوف الصور بتاعتهم ونشوف احنا شايفين ايه. طيب مبدئيا ده الاريسيبلس وده السيليولايت تمام كده. طيب انا هنا شايفه ايه؟ انا شايفه منطقه محمره في الوش، شايفه برضو ان انا قادره احدد البوردرز بتاعتها، يعني انا قادره امشي بالسهم اهو على البوردرز تمام. بس ده اللي انا شايفه في الصوره. طب انا هنا شايفه منطقه محمره بس منطقه اكبر، وشايفه ان هي موجوده في اللور لمب، وشايفه ان انا مش عارفه امشي بالكرسر على الايدج بتاعها، فغالبا الايدج بتاعها ديفيوز تمام. طيب تعالوا بقى نشوف الكلام اللي مكتوب. اول حاجه الايتيولوجي بيقول لي ان الاريسيبلس دي سببها سوبرفيشال انفكشن للدرمس والابر سب كيوتس. بصوا هو انتوا برضو دي هتاخدوها في التكوين بتاع الجلد، بس ايه، انا عندي عامه الجلد ابيدرمس فوق وبعدين درمس وصاب كيوتس تحت تمام. فهي الاريسيبلس دي هي انفكشن بتيجي للدرمس اللي هي المنطقه اللي في النص، والابر بارت من الصاب كيوتس. خلاص كده.
طب والسيليولايتس؟ بيقولي لا ده اكيوت سب اكيوت او كرونيك انفلاميشن للسب كوتينيوس تيشو. تمام. طيب بيقولي بس المشترك ما بينهم الاتنين هما ان الاتنين اساسي ايه استريبت وريرلي كوزد باي ستاف، يعني الاساس اللي بيعملهم او اللي بيسببهم هو الستريبت ديزيز وريرلي كوزد باي ايه ستاف اورس. تمام. طيب الكلينيكال بيكتشر بيقول لي الاثنين بيحصل فيهم كونستيتيوشنال مانيفيستاشنز زي الفيفر والماليز، ولكن الاختلاف بيكون في شكل الليجن. لو نفتكر صوره الاريسابلس، انا هجيب لكم الصور تاني اهي. تمام. لو نفتكر في صوره الاريسابلس احنا قلنا ان الليجن بتاعنا عباره عن ايه، دي بقى هنشوفها طبعا بعينينا مش في الصوره، هلاقيه هوت تمام دافي وريد تندر يعني بيوجع العيان انديوريتد بليك with sharply demarcated border. انا كنت قادرة امشي على حواف الليجن بالكرزر بتاعي. التيبيكالي افكت ذا فيس، والصورة فعلا كانت جاية على الفيس. طب السيليولايتس، الادج كان ديفيوز، انا فعلا ما كنتش قادرة امشي عليه. and usually affect the lower limbs، والصورة فعلا كانت جاية في الرجل. تمام. طيب بيقولي الارس سواء الارسيبلس او السيليولايتس لو ما تعالجوش ممكن الانفكشن ده spread لأي فشية حواليها تعملي فاشايتس، لأي مصل حواليها تعملي مايوسايتس، تروح للدم تعملي سبتسيميا، تروح للكيدني تعملي نفرايتس، وطبعا الكومبليكيشنز دي ممكن تبقى فيتال. طيب أعالجهم إزاي؟ بيقولي إن لو مايلد أو إيرلي كيس لسه في الأول فبديها أورال بنسلين، ولو في ألرجي بدي أورال إريثروميسين. طب لو هي سيفير كيس أو لو كيس عندها سنترال facial involvement central facial involvement بقى في منطقة النوز والآي، ممكن بقى تدخلني على جوه بقى الأورجان بقى جوه طبعا البرين والحاجات دي، فتعمل لي مشاكل كتير. تمام. فدي بعمل له ساعتها hospitalization وببدأ اديله الانتيبيوتكس دي intravenous. ايه الانتيبيوتك اللي بديهوله؟ بديله vancomycin. تمام كده. يبقى انا عندي لو mild او early case بدي بنسلين، لو في ألرجي بدي إريثروميسين، لو سيفير كيس أو كيس عندها سنترال فاشيال انفولفمنت بعمل هوسبيتاليزيشن وببدأ أدي انترافينوس أنتيبيوتكس زي الفانكوميسين. طيب يبقى دلوقتي نيجي نقول تاني الإريثابلس والسيليولايتس. دلوقتي أنا عندي الإريثابلس ده عبارة عن سوبر فاشيال انفكشن فين؟ في الدرمس والأبر سبكيوتس. طب السيليولايتس؟ لأ ده inflammation سواء كان acute او sub acute او chronic في subcutaneous tissue. طب المشتركين في ايه؟ في ان اول حاجة الاتنين المين cause بتاعهم هو الستريبت ورارلي caused by staph ores. طيب بالنسبة للكلينيكال بيكتشر، الاتنين بلاقي معاهم constitutional manifestations زي الفيفر والماليس. امال الاختلاف في ايه؟ الاختلاف في شكل الليجن. الاريسابلس الليجن بيبقى red وhot وtender well demarcated. تمام. وفين؟ في الفيس. طب السيليولايتس؟ لا ده ديفيوز وبشوفه فين؟ في اللور لمب. لو ما تعالجوش يحصل سبريد للانفكشن لاي حاجه حواليهم، وطبعا الكومبليكيشنز دي بتبقى فيتال. تريتمنت الموضوع لسه في الاول وبسيط، بدي اورال بنسلين او اورال اريثروميسين. طب الموضوع سيفير او في سنترال فيشيال انفولفمنت، لا انا كده خايفه فهعمل له هوسبيتاليزيشن واديله الانتيبيوتكس دي انترافينوس، بديله احسن حاجة ايه؟ الفانكوميسين. طيب ده كده كان تالت موضوع عندي. انا اتكلمت عن ايه؟ اتكلمت عن امبتايجو، عن اريثيما، عن الاكسايما، وعن الاريسيبلس والسيليولايتس. تمام. انا بقول لكم الاسامي اهو كتير عشان نتعود عليها. طيب بعد كده عندنا الموضوع اللي بعد كده هو السوبرفيشيال فوليكيولايتس. هو باينه من اسمها فوليكيولايتس، يعني انفلاميشن فين؟ في الفوليكل. وفي فوليكل ايه على الجلد؟ هي الهير فوليكل. تمام. فالموضوع ايه؟ واضح جدا. طيب بيقول لي الايتيولوجي بتاعها هي انفلاماتوري ديزيز افكت الاوستيوم بتاع الهير فوليكل. تمام. او سلايتلي ديبر، يعني ممكن كمان تبقى ايه تنزل تحت شويه. ممكن تبقى انفكتيف ودي كوزد بالستاف، او نون انفكتيف سواء كان فيزيكال انجري او كيميكال انجري تو ذا سكن، والكلام ده هيوضح السلايد الجاي. بيقول لي ان السوبرفيشيال فوليكيولايتس بتهيل من غير ما تسيب سكار مكانها. تمام. طيب
في حالة واحدة بس اللي بيبقى فيها سكار، ودي هنقولها السلايد الجاية برضو. طيب الكلينيكال بيكتشر هشوف ايه؟ هشوف مكان الفوليكل دي في ريد ديب سيتد، ديب يعني داخلة لجوه في الفوليكل، تمام؟ تندر بتوجع فوليكولار نوديول، النوديول دي ممكن تتحول لأبسس يبقى ليها راس كده، تمام؟ نيكروتيك ان فيو دايز اند هيل ويز سكار. الليجن ده ممكن يبقى سنجل يعني فوليكل واحدة او مالتيبل هير فوليكلز كتير، تمام؟ يبقى انا عندي هو الموضوع بيبقى انفلاميشن في الاوستيوم بتاع الهير فوليكل، او ممكن يبقى تحت عن كده كمان، ممكن يبقى نتيجة انفكشن بالستاف، او ممكن نتيجة فيزيكال او كيميكال انجري. وبيقول لي الطبيعي ان هي بتهيل من غير سكار، بس في حالة ممكن تهيل فيها بسكار. او الكلينيكال بيكتشر ان انا بشوف مكان الفوليكل دي ريدنس وتندرنس وديب سيتد نوديول، النوديول دي ممكن تكون لي ابسس بعد كده ونكروزس وتهيل بسكار، تمام؟ ممكن تبقى سنجل ليجن او مالتيبل ليجن. بس الفكره بقى في ان انا عندي السوبرفيشال فوليكولايتس دي بقسمها لتلات اشكال، تمام؟ اول حاجه هي الفوليكولار امبيتايجو اوف بوك هارت، او الستاف سوبرفيشال فوليكولايتس اللي هو كانت الصوره الانفكتيف، تمام؟ تاني حاجه سودو فوليكولايتس يعني كاذبه، يعني هي مش فوليكولايتس حقيقيه. تالت حاجه هي الفرانكلز او البويلز. طيب تعالوا نتكلم في اول نوع اللي هو الفوليكولار امبيتايجو اوف بوك هارت، او الستاف اور السوبرفيشال فوليكولايتس. بيقول ان النوع ده من الفوليكولايتس بيجي مينلي للتشيلدرن، تمام؟ الانديفيدوال ليجن ده، بصوا تعالوا نشرح الصور اسهل. انا عندي دي كده اللي هي الايه، الفوليكولار امبيتايجو اوف بوك هارت او السوبرفيشال ستاف اورس، تمام؟ بيقول لي ان انا عندي ايه اللي بيحصل بقى، بتيجي الستاف ماشي بتعملي الليجن ده زي ما احنا شايفينه كده، بيبقى دوم شيب، دي يعني ايه سطح الليجن من فوق كده عامل زي القبه، خلاص؟ وممكن بعد شويه تتحول اهو الابسس عامله لي راس اهي، تمام؟ طيب ادي احنا كده ايه وصفنا الليجن. طيب تعالوا على اللي جنبها دي، هنوصف الليجن الاول ونرجع نقول الكلام اللي في الجدول كله. طيب ده السودو فوليكولايتس ماشي، يعني هي مش فوليكولايتس حقيقيه. بصوا هو الشخص ده المفروض ان هو كيرلي هير، عنده ايه كيرلي هير، وهو بيحلق دقنه، تمام؟ فالتب بتاع الشعرايه اللي فاضل عنده بيبقى ايه، بيبقى شارب، ما هو عملها بالموس بتاع الحلاقه كده، فالتب بتاعتها بقت ايه، بقت شارب، تمام؟ فحصل بنتريشن للسكن بالشارب تب بتاع الايه الهير ده، يعني الشعرايه اللي هو حلقها دي، تمام؟ التب بتاعتها شارب، تمام؟ وهو اصلا كمان شعره كيرلي بيلف كده، فقامت عامله بنتريشن للسكن فعملت لي بقى الليجن اللي احنا شايفينها دي، تمام؟ اللي هي سودو فوليكولايتس، هي سببها مش انفكشن ولا حاجه. طيب ودي فرانكل، هلاقي الموضوع ديب شويه، هلاقي الموضوع واسع شويه، خلاص؟ وكذا فرانكل جنب بعض على النيب اوف نيك، النيب اوف نيك اللي هو القفا، تمام؟ بتعملي حاجه اسمها ايه، كاربانكل. خلاص بصينا على الليجنز كده وايه وتخيلنا اشكالهم، تعالوا بقى نرجع للجدول. اول نوع اللي هو الفوليكولار امبيتايجو اوف بوك هارت، او الستيف اور السوبرفيشال فوليكولايتس، بيقولي ان هو بيجي مينلي للتشيلدرن، تمام؟ الليجن بيظهر دوم شيبد، ليه قبه كده، سطحه قبه من فوق، ممكن الاقي ليجن يلو فوليكولار باستيول اللي هو اللي كان، سوري ده يا جماعه، تمام؟ باستيول يعني فيزيكال فيها باست، تمام؟ فهي طبعا ايه عامله راس فلونها يلو شويه. طيب بيقول لي زمان لي افكتد سايتس هي السكالب، فروه الراس، والسكالب مارجنز، واللمس. بيقولي كمان ان اليوز اوف توبيكال كورتيكوستيرويدز، الناس اللي بتستخدم كريمات فيها كورتيكوستيرويدز كتير او كده، سواء على بشرتها او كدهان للشعر او كده، ده طبعا بريدسبوزنج فاكتور جدا، تمام؟ طب هعالج الحاله دي بايه؟ بدي توبيكال انتيسيبتيك ماشي، وفي السيفير اكتر، لو الحاله سيفير اكتر بدي انتيبايوتكس، سواء كانت توبيكال على مكان الليجن او سيستميك بقى اللي هو اورال او كده، تمام؟ يبقى اول نوع اللي هو follicular impetigo of book heart، او الستاف اور السوبرفيشال فوليكولايتس، بيجي لمين؟ بيجي للتشيلدرن. الليجن عامل ازاي؟ ممكن الاقيها دوم شيبت، تمام؟ وهلاقيها محمره شويه،
او تكون كونت باستيول فهلاقيها يلو فوليكولر. طب تالت حاجة بتيجي فين او ايه المينلي افكتد سايتس؟ السكالب والسكالب مارجنز واللمبس. طب في حاجة تزودها او حاجة تكون بريديسبوزينج فاكتور ليها؟ اليوز اوف توبيكال كورتيكوستيرويد. اعالجها في ايه؟ اعالجها بايه؟ بيقولي بكتفي في البداية ان انا بحط انتيسيبتك، تمام، اللي هي الحاجات المطهرة يعني، ولو الموضوع اتطور اكتر او بقى سيفير اكتر ببدأ احط انتيبيوتكس، سواء احطها توبيكال او اخدها سيستميك انتيبيوتكس يعني اخدها اورال، تمام. طب النوع التاني اللي هو السودو فوليكولايتس، بيقولي ده انفلاميشن ديو تو بينتريشن اوف ذا سكين بالشارب تيبس اوف شيف ده هير. اللي حصل ان هو حلق دقنه، فالشارب تيبس اللي فاضله دي بتعمل بينتريشن للسكين، فبيبقى مور كومن طبعا في الناس اللي عندهم كيرلي هير عشان الشعرايه تلف وتعمل بينتريشن للايه، للسكين. ات افكت مور ذا ميل بيرد اريا، منطقه الدقن هي اكتر حاجه. ات مي ليد تو سكارينج اند كيلويد فورميشن في البلاك انديفيدوال. دي الحاله اللي انا ورق قلت لكم الحاله الوحيده اللي ممكن تهيل بسكار في الناس اللي هم البلاك، ممكن السودو فوليكيلايتس تهيل بسكار وكيلويد ايه فورميشن. طب هعالجها بايه؟ بيقولي هو العلاج الاساسي عندي ان الشخص ده يوقف شيفينج 4 لـ6 اسابيع، تمام. ممكن احط توبيكال ستيرويد انتي مايكروبيال كومباينيشن، بتبقى كريمات كده ستيرويدز مع انتي مايكروبيال مع بعض، تمام. واحط معاهم كمان ايموليانس اللي هي المرطبات دي، ممكن تهدي الموضوع شوية، بس الاساس عندي ايه؟ ان هو يوقف حلاقة 4 لـ6 اسابيع. طيب الصورة الثالثة هي الفرانكلز او ليها اسم تاني وهي البويلز. بيقول لي ان الفرانكل دي بتتكون لما يحصل ديب انفكشن للهير فوليكلز، اللي ستاف جت وعملت ديب انفكشن للايه، للهير فوليكل. بتيجي اكتر حاجه للادوليسنس واليانج ادلت، وطبعا بتيجي للميل مور كومن زين الايه، الفيميل. بيقول لي عندي البريديسبوزينج فاكتورز هنا هي المالنيوتريشن، ميكانيكال دامج للسكن، ولو بودي ريزيستنس، تمام. وزي ما قلنا في الصوره اللي ورا ان مجموعه فرانكلز اتجمعت جنب بعضها على النيب اوف نيك كونت لي حاجه اسمها كاربانكل، والكاربانكل دي مينلي اوكير فين؟ في الناس اللي هم الدايابيتكس. يبقى النوع الثالث الفرانكلز او البويلز دي بتتكون نتيجه ديب ستاف انفكشن للهير فوليكل، بتحصل اكتر حاجه في مين؟ في الادوليسنت، في اليانج ادلت، وبالنسبه للميل بتحصل اكتر من الفيميل. طب في predisposing factor او malnutrition او في ميكانيكال دامج حاصل للسكن او low body resistance بشكل عام. وقلنا لما عندي مجموعه فرانكلز تتجمع مع بعضها على النيب اوف نيك اسميها ايه؟ اسميها كاربانكل. بشوفها في مين؟ بشوفها في الدايابيتيك بيشنت، تمام. طيب بشكل عام بقى الفوليكولايتس بشكل عام بعالجها ازاي؟ بيقول لي والله سيستميك انتيبيوتكس، توبيكال انتيبيوتكس، لو الموضوع مثلا فيه بقى باستيول او باس جامد، قصدي ابسس جامد او كده، بعمل انسيشن ودرينج، وافويد اوكلوسيف دريسنج، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش اغطيها خالص، انا كده بسيب الانفكشن مكانه. الانفكشن لو فكر مثلا ان هو يفتح او كده والباس ده يطلع، انا بسيبه مكانه، تمام. يبقى سيستميك انتيبيوتكس، topical antibiotics، اعمل incision ودرينج لو لازم الامر، avoid occlusive dressing. يبقى انا كده اتكلمت عن ايه؟ عن امبتايجو، عن اكسايما، عن الاريسابلس والسيليولايتس، وعن الانترتايجو، او يعني دي السوبرفيشيال فوليكولايتس، معلش سوري انا اسفه، اتكلمت عن السوبرفيشيال فوليكولايتس، وهتكلم دلوقتي عن الانترتايجو. طيب بيقولي ان الانترتايجو ده هو inflammatory dermatosis involve the body folds زي الانفراماماري والاكزيلاري والانجوينال. هو ده skin disease بيجي في الفولدس، بشوفه في الفولدس، فطبيعي هشوفه مثلا في مكان زي انفراماماري، زي اكزيلاري زي ما باين عندي في الصورة، والانجوينال فولدس، تمام كده. طيب انا عندي 3 انواع من الانترتايجو، او مش 3 انواع، هما نوعين، والصوره الثالثه دي حاجه بنشوفها في الفولدز برضو، تمام. طيب اول حاجه السيمبل انترتايجو، وده اللي احنا شايفينه في الصوره عندنا، تمام.
ده بيحصل نتيجة ايه؟ نتيجة روبينج، حاجة مثلا حكة في الجلد او كده، هدوم او كده، هيت، مويستشر، المكان ده رطب، فيه سويت ريتنشن، الحاجات دي كلها تعمل لي الليجن اللي احنا شايفينه ده، احمرار في مكان، في فولد في الجسم، تمام كده؟ طيب تاني حاجة الانترتايجو ده ممكن يبقى نتيجة انفكشن. طب ولو حصل نتيجة انفكشن ايه الاورجانيزم اللي يعمله؟ هو الستريبت، تمام؟ طيب اكيد الليجن مش هيبقى شبه ده، لا هو بيبقى برضو احمرار بس زيادة عليه، ببدأ الاقي كراستنج، بلاقي قشور، وفي وسط الكراست دي بلاقي فيشرز كده، فيشرز في النص يعني، تمام؟ وبشوفها اكتر حاجة في الفولد اللي ورا الاير، mainly behind the ear. تالت حاجة بقى في skin diseases تانية ممكن اشوفها في البادي فولدز، زي ايه؟ زي السيبوريك ديرماتيتس، تمام، الفليكشرال سورييزس، كانديديزس، تينيا، وإريثرازما. دي ديزيزز تانية بشوفها في الفولدز برضو، هنعرف برضو عنهم بعد كده في المحاضرات الجاية. يبقى دلوقتي انا عندي الانتر تايجو، قلت ان هو انفلاميشن، بيجي فين؟ بيجي في البادي فولدز. طالما بيجي في البادي فولدز يبقى اشوفه فين؟ انفراماماري، اكزيلاري، انجواينال. طيب في منه انواع، اول حاجه هي السيمبل انترتايجو، ودي اللي بشوفها نتيجه سويت ريتنشن، هيت، مويستشر، رابنج في المكان ده، تمام، وبيبقى مجرد احمرار وخلاص. طب النوع التاني ده بقى اللي بيجي نتيجه انفكشن. طب ايه الحاجه اللي عملت لي انفكشن هنا؟ هي الستريبت. بلاقي ايه في الليجن؟ بلاقي فيه كراست، بلاقي قشور، وفي وسط القشور دي بلاقي فيشرز، خلاص، in the depths of the affected flexure. اكتر مكان بشوف الستريبت انترتايجو فيه فين؟ behind the ears، تمام. في ديزيزز تانية برضو بتلوكالايز في الفولد، ودي هنعرفها بعد كده، تمام. طيب السندروم اللي بعد كده اسمها 4 اسم، ستاف سكالدد سكين سندروم، ستاف سكالدد سكين سندروم، 4 اسم. هي باينة من اسمها، هو سندروم بيديني شكل الحرق، تمام. طيب بيقول لي ان الـ4 اس دي اوكير ان نيونيتس، انفانت، او اميونو كومبرومايزد ادلت. ات از ديو تو جروب 2 ستاف ذات برودوس اكزفولييتيف اي توكسين. طيب هي بتعمل لي ليجن شبه ليجن الحرق ازاي؟ في ان هو الليجن الاول بيكون تندر، بيوجع، بعد كده بيبدأ يحمر، بعدين بيعمل لي فيزيكل فيها فلويد، بعدين الفلويد ده ينشف ويبدأ مكان الحرق يكرمش وبعدين يقشر، تمام كده. انا برضو عندي الليجن اللي بيحصل هنا هو قريب جدا من بتاع الحرق، بس طبعا الاسباب مختلفة. طيب فبيقول لي الكلينيكال بيكتشر، الديزيز ستارت ويز لوكالايزد ستاف انفكشن ان ذا سكين or at distant site. Few days later the patient بيبدأ يجيله fever, irritability و skin tenderness، مكان الانفكشن ده بيبدأ يوجعه. Widespread erythematous eruption follow، احمرار مكان الانفكشن، which progress rapidly to polyformation، بتبدأ تتكون الفيزيكال اللي فيها fluid. التندر skin ده بيبدأ يكرمش، اللي هو يعني يعمل لي فولدز كده، جسرد انتو فولدز، يكرمش وبعدين شرينك، خلاص، وبعدين يبدأ بقى يتقشر، leave raw area which are extremely painful، مكان الجلد ما بيتقشر ده بيبقى painful جدا جدا جدا. الكونديشن دي كلها على بعضها بتهيل في قد ايه؟ في 7 ل 14 يوم. بيقولي ان لو حصل مورتاليتي في الحالة دي فهو مش بسبب الانفكشن، لا، بسبب الامبيرمنت في التمبريتشر ريجوليشن او فلويد بالانس. الحاله دي ساعات بيبقى معاها امبيرمنت في الريجوليشن كده بتاع التمبريتشر، او امبيرمنت في الفلويد بالانس، فلو حصل مورتاليتي بسبب الموضوع ده مش بسبب الانفكشن خالص. طيب هعالجها بايه؟ هدي بارنترال انتيبايوتكس زي الميزاسيلين، زي الفلوكلوزاسيلين، والسيفوسبورين، والإريثروميسين، تمام. طيب يبقى احنا قلنا السندروم دي اسمها ايه؟ ستاف سكالدد سكين سندروم، 4 اس، تحصل في مين؟ في نيونيت،
infant immunocompromised. ايه السبب بتاعها؟ group 2 staff that produced exfoliative toxin. تمام، ايه اللي حصل؟ الموضوع في الاول بدأ بان في الانفكشن جه، تمام، مكان السكين هنا عمل لي فيفر، عمل لي الاول فيفر وإريتابيليتي، وبعدين جه عمل لي تندرنس في السكين وعمل لي إريزيما، وبعدين بدأت تتكون البولي. ماشي، بعد كده السكين حصل له التندر سكين ده، بدأ يكرمش، جسرد انتو فولدز، بعدين حصل له شرينك، بعدين اتقشر. بصوا مكان التقشير ده، الاماكن بقى ايه دي متقشرة، هي دي بقى البينفول ارياز. مكان التقشير ده بيسيب لي وجع جامد جدا في البيشنت، ليف رو اريا ويتش ار اكستريملي بينفول. الكونديشن كلها على بعضها بتهيل في خلال قد ايه؟ 7 ل 14 يوم. طيب هل الحالة دي ممكن يحصل فيها مورتاليتي؟ الاجابة اه. طب المورتاليتي هنا بسبب الانفكشن؟ لا، امال بسبب ايه؟ بسبب ان السندروم دي بيبقى مصاحب معاها امبيرمنت في التمبريتشر ريجوليشن وامبيرمنت في الفلويد بالانس. عالج بايه؟ عالج ببارنترال انتي بايوتكس، واساميهم طبعا دي كلها حفظ. طيب بعد كده ده اخر ديزيز عندي النهاردة، هو اسمه إيريسرازما. إيريسرازما، تمام، انا خدت من شوية اكسهايما، ده إيريسرازما. طيب انا شايفة هنا ايه؟ انا شايفة هنا فولد برضو، تمام، الاجزيلا يعني، بس طبعا ليجن مختلف. طيب تعالوا نشوف ايه اللي مكتوب. بيقول لي ان السبب هنا كورني بكتيريوم مينيوتسيمم. انا عمالة بقالي شوية اقول ستاف وستريبت ستاف وستريبت، لا، هنا كورني بكتيريوم مينوتسيمم، مينوتسيمم، تمام، دي جرام بوزيتيف بكتيريا. بيقول لي ان هي غالبا ممبر من النورمال فلورا اللي موجود على سطح الجلد. طب عمل الديزيز ليه؟ عمل الديزيز نتيجة البري ديسبوزينج فاكتور، ان هي موجودة في وورم هيوميد كلايمت، رطب، مكان رطب ودافي، وفي اوبيسيتي وفي ديابيتس، فالحاجات دي كلها خلتها تتحول او تعمل لي إيريسرازما. تمام كده، يبقى هي الطبيعي ان هي ايه؟ نورمال فلورا، بس البري ديسبوزينج فاكتورز دي موجوده حولتها لي او خلت لي عملت لي ليجن اللي هو عباره عن إيريسرازما. بيقول لي ان الليجن ده برضو بيجي في فليكشرز، بيجي في الجرون، في الاجزيلا، في انتر جلوتيال او سب ماماري فليكشرز. التيبيكال ابييرنس بتاع الإيريسرازما، يعني الليجن التيبيكال اللي بشوفه في اغلب الناس، ان هو ويل ديماركيتد، فعلا انا قادره اشوف حدوده كويس جدا، براون ريد ماكيولار باتشز، باتشز اهي، تمام، لونها بني محمر كده وويل ديماركيتد. خلاص، السكن هاز رينكلد ابييرنس ويز فاين سكيلز. طبعا دي احنا مش شايفينها في الصوره، بس المفروض يعني، لا والله هي الرينكلز ممكن تكون باينه شويه في الحته دي. السكن المفروض بيبقى فيه تجاعيد كده بسيطة، وفاين سكيلز اللي هو يعني مقشر خفيف كده، تمام. يبقى اخر حاجة عندي هي الإيريسرازما. ماشي، قلنا ان هي ان هي سببها الكورني بكتيريوم مينوتسيمم، دي جرام بوزيتيف بكتيريا، طبيعي ان هي بتكون نورمال فلورا. طب ايه اللي يخليها تعملي الإيريسرازما؟ البري ديسبوزينج فاكتور، ان هي تكون موجودة في وورم هيوميد كلايمت، في شخص اوبيز، شخص عنده ديابيتس. الليجن بتاعها بشوفه برضو في الفليكشرز زي الجرون، زي الاجزيلا، انتر جلوتيال او سب ماماري. التيبيكال ابيرنس بتاعها ان هي بتكون ويل ديماركيتد، بتبقى براون ريد باتشز، بيبقى فيه رينكلز في السكين وفي ايه سكيلز. طيب اعمل لها دايجنوزيس ازاي؟ اول حاجه لو استخدمت الوود لايت هتبان لي ايه؟ هتبان لي كورال ريد فلوريسنس، هتديني كده ضوء احمر زي بتاع اللي هو الشعاب المرجانيه او كده، تمام. لو خدت سكريبنج من الافكتد سكين، خدت مثلا قشره بسيطه من السكين، تمام، هلاقي فيها الايه؟ البكتيريا. ولو عملت لها ستيننج بجرام ستين او بجيمس ستين، هشوف البكتيريا دي في صوره فاين فيلامنت، تمام. ولو عملت لها كالتشر طبعا هتديني كولونز فلوريسنس كورال ريد اندر وود لايت زي ما قلنا فوق. يبقى انا عشان اعمل لها دايجنوزس هشوفها بالوود لايت، هشوفها ايه؟ كورال ريد فلوريسنس، تمام.
هاجي اخد سكرابينج من السكن وابص عليها، لو انا صبغتها بجريم ستين او بجيم ستين هشوفها في شكل فاين فيلمنت، ولو عملت لها كالتشر هتديني كولونز. الكولونز دي لو استخدمت الوود لايت هتديني برضو فلوريسنس كورال ايه ريد. اعالج الارثرازما بايه؟ بيقولي ان الارثرازما دي بتستجيب جدا لتوبيكال ازول انتي فانجل، ماشي، كريم كده انتي فانجل اسمه ازول، ده بيتحط توبيكالي زي ايه، زي الكلوتري مازول او الميكونازول، يعني دي العيله الازول دي العيله الكبيره، ماشي. الكلوتري مازول او الميكونازول بنستخدمه لمده اسبوعين. لو الليجن اكستنسيف قوي فببدا ادي اريثرومايسين لمده 15 يوم، ممكن ادي بدل الاريثرومايسين برضو فيوسيدين او كليندامايسين او اورال تتراسايكلين، بس اخلي بالي ان الفيوسيدين والكليندامايسين دول توبيكال، تمام. يبقى انا عندي الاريثرازما بترسبوند كويس جدا لعلاج ايه، للازول انتي فانجل زي الكلوتريمازول والميكونازول، تمام، بستخدمهم لمده اسبوعين. طيب لو الليجن اكستنسيف قوي، لا ببدا استخدم اريثرومايسين اورال لمده 15 يوم، او ممكن بداله استخدم توبيكال فيوسيدين وكليندامايسين واورال ايه، اورال تتراسايكلين، تمام كده. طيب تعالوا نراجع على اللي احنا قلناه تاني بسرعه جدا جدا جدا. احنا قلنا اول حاجه ان عندي على الجلد في بكتيريا بتبقى موجوده بشكل طبيعي اسمها نورمال سكان فلورا، زي ايه، زي الجرام بوزيتيف كوكاي اوف ستاف سبيتشز، زي المايكروكوكس سبيتشز والجرام بوزيتيف رودز. قلت وظيفتها ايه، وظيفتها بتساعدني في الديفنس ميكانيزم من خلال حاجتين، بكتيريا الانترفيرنس وهايدرولايزنج الليمتس، وتاني حاجه ان الكورني بكتيريا دي بتدي الكاركترستيك اودر بتاع الاسود. اول ديزيز اتكلمت عنه هو الامبيتايجو، وقلت ان هو سببه ثلاث حاجات، في البولس امبيتايجو دي سببها استاف، النون بولس دي سببها استاف او ستريبت او الاثنين مع بعض، وفي كيسز سببها نيفريتوجينيك سترين اوف اي ستريبت. ايه البريديسبوزنج فاكتورز بتساعدني؟ هوت هيوميد كلايمت، مال نيوتريشن وباد هايجين، اتشي سكين ديزيزز زي الاكزيما والاسكيبس والبيديكيولوزس، ودول هنتعرف عليهم بعد كده. ممكن يتنقل دايركت او ممكن يتنقل اندايركت زي الفومتس والايه والروم داست في الاماكن اللي فيها ابيديميكس. بعد كده جيت اتكلمت على الكلينيكال بيكتشر وقلت ان هي موجوده اكتر حاجه في الفيس حوالين الماوس والنوز وكده، بس ممكن طبعا نشوفها في اللمبس والسكالب. وقلت ان في منها كمان شكلين، شكل النون بولس امبيتايجو افتكر الكراست، تمام، والكراست دي نتيجه لسين وول فيزيكال رابشرت، تمام، والسيرم بتاعها هو اللي عمل لي الكراست دي. وبيقولي ان هي الكراست دي لما بتفيد بتسيب مكانها اريزيما وبتهيل من غير سكار، ولو الموضوع سيفير قوي هلاقي انلارجد ريجونال ليمف نود. ان الصوره الثانيه او الشكل الثاني هو البولس، ودي بتكون اكبر شويه وبتكون ثيك وول ديلي عشان الاكزوفولييتيف توكسين بتاعه الاستاف اللي عملت سبليتنج للابيديرمس عند منطقه الاوبينيس، منطقه الستريتم كورنيوم. بتهيل ازاي؟ بتهيل بسنترال هيلينج وبتسيب بريفرال اكستنشن، فبتعمل لي الليجن بيبقى شكله حاجه اسمها سيركنت ليجنز، تمام. طيب هنعالج ازاي؟ توبيكال تريتمنت، اورال انتيبايوتيك، قلنا توبيكال لو الموضوع بسيط، الاورال في ثلاث حالات، وايد سبريد سيفير انفكشن، ليمفادينوباسي سسبكتد نيفريتوجينيك اي استرين. بعد كده اتكلمنا عن تاني موضوع هو الاكسايما، قلت ان ده بيبقى ايه، اتحاد كده ما بين الاستاف والستريبت مع بعض، تمام. شكل الليجن ايه؟ ان انا بلاقي كراست حواليها ريدنس، الكراست دي صعب جدا ان انا اشيلها، ولو شلتها الاقي تحتها بانشد اوت ألسر وبتهيل بسكار، بتسيب مكانها ايه، سكار. بتيجي فين؟ في الليج والساي والباتوكس. تريتمنت بدي انتيبايوتيك. طيب اريسابلس وسيليولايتس قارنا ما بينهم الاثنين، تمام، قلنا ان الاريسابلس بيجي في الديرمس والسبكيوتس، السيليولايتس ده في السبكوتينيوس تيشو، بس الاثنين مينلي كوزد باي ستريب وريرلي كوزد باي ستيف. الاثنين بيعملوا كونستيتيوشنال مانيفيستاشنز، الفرق ما بينهم في الليجن. الاريسابلس ده هوت وريد وتندر وويل او شاربلي ديماركيتد، تمام، بيجي فين؟ في الفيس. طب السيليولايتس لا، ده ديفيوز وبيجي في اللور لمب. الاثنين من غير علاج يعملوا لي كومبليكيشنز كتيره ممكن تبقى فيتال.
المايلد كيسز او الايرلي كيسز بعالجها باورال بنسلين او اريثروميسين، السيفير كيسز او الكيسز اللي فيها سنترال فيشيال انفولفمنت دي بعمل لها هوسبيتاليزيشن وبديها انترافينوس انتي بايوتكس زي الفانكومايسين. بعد كده اتكلمت عن السوبرفيشيال فوليكولايتس وقلت ان هي ممكن تبقى انفكتيف كوزد باي ستاف او نون انفكتيف نتيجه فيزيكال او كيميكال انجري. طب هي ايه اصلا؟ هي انفلاميشن في الاوستيوم بتاع الهير الهير فوليكل، تمام كده. طيب بعد كده اتكلمت على ثلاث صور ليها. اول صوره اللي هي الستاف اور السوبرفيشيال فوليكولايتس وقلت دي بتبقى دوم شيبت او بدات تعمل لي باستيول فهتظهر في شكل يلو شيبت. بتيجي لمين اكتر حد؟ للتشيلدرن، تمام. بتيجي في السكالب والسكالب مارجن واللمس، والحاجه اللي بتساعد ان هي تحصل لو الشخص ده او البيشنت ده بيستخدم توبيكال كورتيكوستيرويد، تمام. بعالجها بايه؟ انتي سيبتكس كفايه، ولو سيفير كيس ممكن ادي انتي بايوتيك. طب السودو فوليكولايتس ده انفلاميشن نتيجه البينتريشن اوف ذا سكين بالشارب تيبس، بيحلق دقنه فبقى في شارب تيبس وهو اصلا كيرلي هير فبيلف ويعمل بينتريشن للسكين. بتيجي لمين اكتر حد؟ او بتيجي طبعا للميل. بتيجي فين قصدي اكتر مكان؟ في البيرد، في البيرد اريا، تمام. في الناس اللي هم البلاك انديفيدوالز بتهيل بسكار وكيلويد، تمام. التريتمنت عندي كفايه او التريتمنت الاساسي ان هو بس ستوب شيفنج لمده 4 لـ6 اسابيع، ولكن ممكن استخدم كده ايه كومباينيشن بتاع الاستيرويد انتي مايكروبيال توبيكال تريتمنت او الايموليانس اللي هي المرطبات. الفرانكلز او البويلز دي بتبقى ديب ديب انفكشن او انفلاميشن للهير فوليكل، بتيجي للادوليسنت واليانج ادلت تتجمع مع بعضها على النيب اوف نيك تعمل لي كاربانكل. التريتمنت بتاعها بقى الكلام اللي قلناه، سيستميك انتي بايوتيك، توبيكال انتي بايوتيك، لو في ابسس اعمل انسيشن ودرينج، افويد طبعا الاوكلوسيف دريسنج. الانترتايجو دي بتيجي في الفولدس، تمام. في منها سيمبل ده مش نتيجة انفكشن، وفي نوع تاني اللي هو طبعا الستريبتوكوكل وده بيجي اكتر حاجة بيهايند الاير. في ديزيز تانية بتيجي برضو في البادي فولدس ودي هنعرف عنها اكتر في المحاضرات اللي جاية. بعد كده الستاف سكولدد سكين سندروم قلنا ده اللي هو ايه اللي كان شبه الحرق اللي بيجي في مين؟ نيونيت انفانت اميونو كومبرومايز. ايه الكوز بتاعه؟ جروب 2 ستاف ذات بروديوس اكزوفولييتيف توكس. الموضوع في الاول بيبدا بانفكشن، عمل لي فيفر وريتابيليتي وسكين تندرنس، عمل لي اريزيما على السكين، الاريزيما دي كونت لي بولي، بعد كده التندر سكين ده بدا يكرمش فولدس شرينك ساب لي بدا يقشر ويسيب لي رو ارياز. الرو ارياز دي بتبقى بينفول جدا، الكونديشن كلها بتهيل في 7 لـ14 يوم. مورتاليتي بتحصل نتيجه الانفكشن لا، امال بسبب ايه؟ بسبب الامبيرمنت بتاع التمبريتشر ريجوليشن او الفلويد بالانس. بدي ايه علاج؟ بدي بارنترال انتي بايوتكس زي الميزيسيلين الفلوكسيسيلين السيفوسبورين والاريثروميسين. اخر حاجه هي الاريثرازما، قلنا ان سببها الكورني بكتيريوم مينيوتيسيمم ودي اصلا نورمال فلورا، امال ايه اللي خلاها تعمل لي ليجن؟ ان في بريديسبوزنج فاكتورز زي الورم والهيوميد كلايمت زي الاوبيسيتي زي الدايابيتس. طيب بنشوف ايه؟ بنشوف ليجن بيبقى براون شريد كده وبيبقى ويل ديماركيتد، موجود في فليكشرز زي الاكزيلا زي الجرون زي الانترجلوتيال زي السبماماري، وممكن الاقي رينكلز كده في السكين وبعض السكيلز. بندياجنوز بايه؟ كورال ريد فلوريسنس بالوود لايت، تمام. اخد سكرابنج كده من السكيلز اللي موجوده على السكين دي واشوفها بصبغه ايه، جرام او جيمسا. هشوف البكتيريا في صوره فاين فيلامنت، ازرعها تديني كولونز، الكولونز دي لو شفتها بالوود لايت هتديني فلوريسنس كورال ريد. بيقولي ان الارثرازما دي بترسبوند كويس جدا للانتي فانجل لو اديته لمده 2 اسابيع، وانما لو الليجن ده مور اكستنسيف بدي اريثروميسين لمده 15 يوم. ممكن استبدل الاريثروميسين ده بتوبيكال فيوسيدين كليندامايسين واورال تتراسايكلين. طيب عندنا 4 MCQs بس بسط كده ياكدوا على المعلومات يعني اللي احنا قلناها. طيب اول سؤال all of the following are caused by staph bacteria except
الامبتايجو لا كان فيها ستاف عادي، الانترتايجو لا، الانترتايجو الشكل الانفكتيف فيها كان سببه ايه؟ كان سببه ستريبت. تمام، يبقى هي الانترتايجو. طيب بعد كده بيقول لي سيركنت ليجنز due to central healing and peripheral extension can be seen في النون بولس امبتايجو. لا ده النون بولس دي كانت بتاعت الكراست. تمام، يبقى طبعا الاجابه فولس. طيب بعد كده عندنا according to erysipelas وcellulites all of the following true، ما عدا يعني الجمل دي كلها صح ما عدا واحده. بيقول لي ان هم associated with constitutional upset زي الفيفر والملاس، ده صح. السيليولايتس يوجوالي افكت اللور ليمب، ده صح. الليجن بتاع الاريسابلس ليه ديفيوز اتش، لا ده كان شاربلي ديماركيتد. تمام، يبقى هي دي الاجابه الغلط. طيب بعد كده المال نيوتريشن ميكانيكال دامج تو ذا سكين اند لو بودي ريزيستنس ار ذا مين بري ديسبوزينج فاكتورز اوف ويتش اوف ذا فولوينج، فوليكولار امبيتايجو اوف بوكهارت، لا ده كان الكورتيكوستيرويد. سودو فوليكولايتس، لا ده ما كانش فيه predisposing factors اصلا. فرانكل، اه هي الفرانكل فعلا. تمام، طيب يا رب المحاضرة تكون خفيفة وجودي يكون خفيف ولطيف عليكم، ويا رب تكونوا استفدتوا. لو في اي حاجة مش فاهمينها او اي حاجة محتاجين تستفسروا عنها اكتبوا في الكومنتات على الفيديو. شكرا.